قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم إن بلاده تعترف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن سياسة تنتهجها في الشرق الأوسط منذ عشرات السنين. وقال للصحفيين في سيدني إن بلاده تتطلع لنقل سفارتها إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا وبعد تحديد الوضع النهائي. وكان موريسون قد قال في أكتوبر تشرين الأول إنه مستعد لنقل السفارة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، فيما يؤير الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين وقلق العالم العربي والحلفاء الغربيين.